اعمل ايه؟ هقطع نفسي يعني، هموت نفسي. ما بحبش اشرح على باوربوينت واقلب، بحب ادي كل حاجه حقها، وهم حاطين الوقت لغايه الوقت الفلاني المعين. طب انا هموت نفسي؟ انا عندنا 4 مواضيع عايزين نكملهم. بسم الله الرحمن الرحيم. التايبس اوف فايبرز، بعد كده السي اس اف اند فنتريكلز، هيبقى في عندنا اللهم صل على النبي نسيتوني عشان عكننتوا عليا. في ايه تاني؟ البيزل جانجليا، اند ايه الثالاموس، وبعدين في الفيجوال باثوي. الفيجوال باثوي اعتقد احنا عرفنا منه، حافظينه في كل حته صح؟ خدنا الفيجوال باثوي ده كتير جدا يعني، خدتوه مع الدكتور وجي في ولا الدكتور مصطفى صح؟ وحتى كان في اسمه ايه؟ سيمينار ولا اسمه ايه؟ برزنتيشن، كان في برزنتيشن في الفيجوال باثوي واتخذ حلو يعني. ما اعتقد ان احنا لو في اي سؤال فيه مش هيبقى فيه مشكله. البيزل جانجليا والثالاموس الاثنين دولت برضو مواضيع هي حلوه جدا بصراحه يعني، وانا عايز ادهم لهم بس ما نشوف هنقدر نكمل ولا لا. النهارده ان شاء الله يهمني بس خلص التايبس اوف فايبر والسي اس اف سيركيليشن وفورميشن مع الفنتريكلز. طبعا هتقولوا سي اس اف ده، ما احنا عارفين ان في حاجه اسمها سي اس اف، بس ما تعرفوش يعني ايه فنتريكل، ما تعرفوش يعني ايه سيركيليشن او سي اس اف، مش كده يعني؟ تعرف بس حاجه اسمها سي اس اف وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. التايبس اوف فايبرز اوف ذا سيريبروم، يعني ايه التايبس اوف فايبرز اوف ذا سيريبروم يا دكتور؟ احنا المفروض في عندنا السيريبرال هيمسفير بتاعك بيبقى فيه وايت وجري ماتر، مش كده؟ الجري ماتر من بره بتسميها سيريبرال كورتكس، وبعدين في البيز اوف ذا برين في شويه كولكشن اوف نيرف سيلز كده سميناها بيزل جانجليا. هم سموها بيزل جانجليا عشان موجوده نير تو ذا بيز اوف ذا برين. بعد كده الباقي ده بيبقى عباره عن وايت ماتر، والوايت ماتر بتاعتك دي عباره عن نيرف فايبرز. ايه التايبس اوف نيرف فايبرز اللي موجوده في الوايت ماتر بتاعتنا؟ نبدا المحاضره بتاعتنا ب كلينيكال كيس. واحد او واحده لما تيجي تحط حاجه في ايده اليمين وهو مغمض عينه يعرفها. لو شلت الحاجه دي من ايده اليمين وحطيتها في ايده الشمال وهو برده مغمض عينه ما يعرفهاش. خلاص يعني واحد كده حط ده، ايه ده؟ ده قلم وهو في ايده اليمين وهو مغمض عينه، يحط ايده كده اهو تديله القلم، ايه ده؟ ما يعرفش عنده ايه الراجل ده او عندها ايه الست دي. ها استيريوجنوزيس ليه بقى؟ ماشي اوكي، ايه المشكله يعني؟ ازاي ايه اللي حصل بقى؟ ازاي يعني الليجن ايه؟ ها لا ده الكونيتي بروبروسيبتيف سنسيشن. ها لا في بيبسي شكله ما يشجعش حتى الواحد لو يديله الريموت يعني. لو عنده مش صباح الخير عن اذنكم ريموت كده. في ريموت؟ ما فيش ريموت. في ريموت؟ فيش ريموت. مش كلام مش عارفين. ها انا عايز كلام علمي ونقطه واحد زائد واحد بيساوي اتنين. مش عايزين قعده المصطبه بقى دي والربع ونلعب في صوابعنا ونقعد كل واحد لازم نقول كلام. ها يا عم في حاجه اسمها كوميشرال فايبر بتكونكت بتوين التو سيريبرال هيمسفيرز. حاجه اسمها كوميشرال فايبر بتكونكت بتوين التو سيريبرال هيمسفير. اذا الكوميشرال فايبر دي ضاعت
مش هيحصل فيه كوميونيكيشن بين التو سيريبرال هيمسفيرز. الراجل اللي حطيت القلم في ايده اليمين وهو مغمض عينه، الباثوي بتاعها هيطلع عن طريق الجراسيل والكونيت، صح؟ هيطلع اليمين للليفت سيريبرال هيمسفير. من الليفت سيريبرال هيمسفير موجود فيه البروكاس اريا اللي هي الموتور سبيتش اريا، فيحصل فيه كوميونيكيشن ما بين الاسوسيشن اريا اللي هي قالت ان ده الم عرفته اللي هي السيريوجنوزس، هيحصل فيه كوميونيكيشن بينها وما بين البروكاس اريا تخليها تنطق وتقول لك ان ده الم، صح الكلام؟ انما لو حطيته في ايدك الشمال، حطيتها في ايدها الشمال او في ايده الشمال، هتطلع للسيريبرال هيمسفير مين؟ اليمين، مش كده؟ علشان تروح للبروكاس اريا الناحيه الشمال مش هتعرف، لان البروكاس اريا في الرايت هاندد موجوده في الليفت هيمسفير، او البروكاس اريا الموتور سبيتش اريا قلنا ان هي في الدوميننت هيمسفير. فلو هي في الايد الشمال هتريسيف الانفورميشن على السيريبرال هيمسفير اليمين، هو خلاص هو حسها، هو حسها بس مش عارف يقول ايه، هو مش عارف. ليه مش عارف؟ عشان ما عندوش بروكاس اريا في الناحيه اليمين. عشان يقول ايه هو لازم الانفورميشن تروح للناحيه الشمال، تروح للناحيه الشمال عن طريق كوميشرال فايبر. ما فيش كوميشرال فايبر يبقى هنا البني ادم مش هينطق ولا يقول هو شاف ايه. عشان في قلنا برود يعني دوميننت هيمسفير، دوميننت هيمسفير البروكاس اريا موجوده في ناحيه واحده بس مش في الناحيتين، شغاله في ناحيه واحده. لا فهمني يعني ايش فيها اهو كده اهو كده. ايه ده؟ ايه ده يا عم جمال؟ ده ألم، انا نطقت، انا حسيته ونطقت بيه. ايه ده يا عم جمال؟ ما اعرفش. كويس، هو received the information بس ما اتكلمش، هو بيخليك تتكلم. الليجن في الكوميشنال فايبر، الوصله اللي تخليك تقول انت شيء ماسك ايه دي موجوده، او الحته اللي تخليك تقول انت ماسك ايه دي موجوده على الناحيه الشمال. بس هو عارف، هو عارف بس مش عارف يقول. لا هو عارف الاسوسيشن اريا موجوده وهو عارف بس مش عارف يقول، هو مش عارف يقول. هو لو فتح عينه هيكتب، خلاص لو فتح عينه ممكن يكتب، انما هو مش عارف يقول يا جماعه. فهنا التايبس اوف فايبرز بتاعتك هتبقى عباره عن ثلاثه تايبس اوف فايبرز. نمره واحد هتبقى كوميشرال، نمره اثنين هتبقى اسوسيشن، نمره ثلاثه هتبقى بروجكشن فايبر. طبعا الكوميشنال فايبر بتاعتك اتفقنا ان هي الفايبرز which connect similar area of both cerebral hemispheres with each other. الاكزامبل بتاعتها اكتر واحد كوربس كالوزا سي سي. نمره اتنين في حاجه اسمها anterior commissure. نمرة ثلاثة في حاجة اسمها posterior commissure. نمرة أربعة في حاجة اسمها habenular commissure. نمرة خمسة في حاجة اسمها hippocampal commissure. مش كلام يا شباب؟ خمس انواع او خمسه اكزامبلز من الكوميشنال فايبر: كوربس كالوزم، انتير كوميشر، بوستير كوميشر، هابينولار كوميشر، اند هيبوكامبال كوميشر. بالنسبه للاسوسيشن فايبر في شورت ولونج. اسوسيشن فايبر دي اللي هي هتكونكت الادجيسنت اريا اوف ذا سيم هيمسفير مع بعض، يعني هتمسك الفرونتال مع البارايتال مع التمبرال مع الاوكسيبيتال، وهما مجموعتين او نوعين، مجموعة أو نوع شورت ومجموعة لونج. الشورت بتاعتنا دي حاجة اسمها سبكورتيكال وحاجة اسمها انترا كورتيكال.
سب كورتيكال تحت الكورتكس على طول، انترا كورتيكال بتكونكت ادجيسنت جايراي مع بعضهم. بالنسبه لللونج اسوسيشن فايبر هيبقى في عندك 5 اكزامبلز برضو، حاجه اسمها سوبيريور لونجيتودينال باندل. طالما في سوبير هيبقى في ايه انفيرور لونجيتودينال باندل، وفي حاجه اسمها فرانتو اوكسيبيتال، وفي حاجه اسمها انسينيت، وحاجه اسمها سينجولام. ايه البروجكشن فايبر بقى؟ يا اما هتبقى اسندنج يا اما ديسندنج. يا اما طالعه يا اما نازله، دي بروجكت خلاص، ودي اللي هي بتمسك السيريبرال هيمسفير مع الداينكيفالون ومع البرين ستيم ومع السباينال كورد. اي تراكت طالعه واي تراكت نازله دي اللي هتعمل لك الكورونا رادياتا، وهتتجمع في الانترنال كبسول. يا اما متجمعه وتطلع تعمل لك كورونا رادياتا، يا اما عامل لك كورونا رادياتا وتتجمع في الانترنال كبسول. دي اللي بتسميها البروجكشن فايبرز، وهذه البروجكشن فايبر يا اما هتبقى اسند يا اما ديسند. مين اللي هيأسند؟ مين الاكزامبلز اوف ذا بروجكشن فايبر اللي أسند؟ كل السنسوري باس واي، كل السنسوري باس واي. اذا كانت اكسيروسبتيف سنسيشن او بروبروسبتيف سنسيشن او سبيشال سنسيشن، فهيبقى في عندك حاجه اسمها ثلاميك راديشن. ثلاميك راديشن ايه الثلاميك راديشن دي؟ حاجه اسمها سوبير انتيرور وسوبير وبوستيرور، انتيرور وسوبير وبوستيرور سلامك راديشن، اللي هم واخدين اللاترال سباين سلامك تراكت وفندر سباين سلامك تراكت وجراسيل وكونييت والكلام من ده. عندك اوديتوري راديشن، اوديتوري راديشن، وبعد كده عندك فيجوال راديشن. مش كل دول الفيجوال راديشن اللي هو الاوبتيك راديشن. الديسندنج تراكتس بقى حدث ولا حرج، كورتيكو سباينال، كورتيكو بالبر، كورتيكو بونتاين، او هي كورتيكو بون سيربيلر يبقى الكورتيكو بونتاين، كورتيكو ثلاميك، كورتيكو روبرال. خلاص بتنزل للثالاموس. يبقى دي كل الديسندنج تراكت اللي هي البيراميدال شويه اكسترا بيراميدال تراكت. طبعا كل الكلام ده كورتيكو بونتاين، كورتيكو سباينال، كورتيكو روبرال، كورتيكو بونتاين، كورتيكو سيريبيلر، كل دولت المفروض هنتعامل معاهم في الانترنال كبسول. الاكزامبل بقى اللي احنا هناخد كل الهيصه دي واللعبه دي كلها طالعه ونازله في الانترنال كبسول. ماشي كلام؟ ودي من المواضيع الفي اي كيو. بعد كده هناخد كل واحده من دولت مش بالتفصيل القوي ولكن تفصيل لنص نص. سينجولام رقم 5 اسمها سينجولام. بالنسبه للكوميشرال فايبر نمره 1، اول حاجه اتفقنا يا شباب اسمه كوربس كالوزم. هذا الكوربس كالوزم دي لونجست باندل او لونجست جريتست اكزامبل اوف ذا كوميشرال فايبر. ولو فاكرين كنا على الميديال سيرفيس قلنا اللاند مارك بتاعت هذا الميديال سيرفيس كانت كوربس كالوزم اللي بيتكون من 1 2 3 4 بارتس. اول حته اسندنج دي اسمها روستروم، بعد كده الركبه، بعد كده البودي، بعد كده الديب. صح الكلام؟ اللي هو كان بيتكون من روستروم، جينو، بودي، اند سبلينيوم.
حلو الكلام. يبقى هنا ادي اول واحد روستروم جينو بودي اند ايه سبلين. تعالى الكوربس كالوزم بتاعنا ده نقوم فردينه كده نفرده، بدل ما هو متني كده نخلي الكوربس كالوزم بتاعنا مفرود كده، وهيبقى متكون من كام روستروم. بعد الروستروم هيبقى في عندك جينو، بعد الجينو هيبقى في عندك بودي، واخر حته من ورا هتبقى عباره عن مين سبلين. صح الكلام. الروستروم بتاعك ده باندل صغيره كده بتبقى كوميونيكيت من قدام مع حته من الريمينانت اوف ذا امبريولوجي اوف ذا نيرفس سيستم، حته باندل صغيره كده اخر حته في النيورال تيوب والامبريولوجي اوف ذا سي ان اس. باندل صغيره اسمها لامينا تيرمينالس، اسمها لامينا تيرمينالس، وفيها حته كوميشر صغير كده اسمه انتير كوميشر. يعني احنا لو كملنا السيرفيس ده هنلاقي في حاجه كده اسمها لامينا تيرمينالس، وامبيدد في اللامينا تيرمينالس يبقى في عندنا حاجه اسمها انتيرور ايه كوميشر. المهم الفايبرز اللي هتمشي في الروستروم بتاعك ده هتطلع وهتكونكت الاوربيتال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب اليمين مع الفرونتال لوب الشمال. هتكونكت الاوربيتال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب، يعني الفايبر اللي هتمشي في الروستروم هتروح لك على اوربيتال سيرفيس اوف ذا فرونت. ماشي الكلام. بعد كده الفايبرز اللي موجوده في الجينو، انت فاكر لما جينا خدنا سيكشن كده في البرين وناخد ترانسفيرس سيكشن عشان نشوف البيزال جانجليا، قلنا في فايبر في الجينو تطلع وتقوم عامله لك الفورسبس ماينور، واللي في الاسبلينيوم تعمل لك الفورسبس ايه ميجور. صح الكلام. فاكرين الكلام ده لما كان السيكشن بتاعك كده؟ قلنا هنا كان في عندك هيد اوف ذا كوديت، وهنا قلنا في عندي الكبيره دي الثالاموس، وقلنا هنا في عندي لينتيفورم نيوكليوس، بعد كده ده كان الجينو وده الفورسبس ماينور، وهنا الاسبلينيوم والفورسبس ميجور، وهنا كان في عندك الانتير هورن اوف ذا لاترال فنتريكل وده البوستير هورن اوف ذا ايه لاترال فنتريكل. يبقى هنا في عندك الجينو، والفايبر اللي في الجينو هتمشي يا رجاله وتعمل لك فورسبس ماينور، وهذا الفورسبس ماينور هيكمل على بقيه الفرونتال لوب اللي باقي. احنا خدنا الانفيرو سيرفيس، يبقى اتفضل عندك الميديال اند لاترال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب. يبقى الفورسبس ماينور بتاعك هياخد الميديال اند لاترال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب. الفايبر اللي تمشي في البودي بقى حدث ولا حرج، ده بودي ده كبير قوي، هياخد وايد كورتيكال اريا، هيمسك كمل بقى على بقيه الفرونتال من ورا، ياخد البرايتال، ياخد حته من الاوكسيبيتال، وياخد الابر بارت اوف ذا تيمبرال، ياخد الحته دي كلها. يبقى هياخد فرايتي او وايد كورتيكال اريا. الفايبر اللي هتمشي في الاسبلينيوم هتعمل ايه؟ فورسبس ميجور، وهذه الفورسبس ميجور هتباصص باكورد وبتعدي في حاجه اسمها اللاترال فنتريكل في البوستير هورن اوف ذا لاترال فنتريكل، وبتاخد البوستير بارت اوف ذا سيريبرال هيمسفير. هنا الكوربس كالوزم ده بيقولوا عليه ان هو اسينشال فور learned discrimination sensory experience and memory. شايفين الثلاث جمل اللي قلتهم؟ learned discrimination sensory experience and memory، زي ما انا قلت كده في الاول. مش دي learned discrimination؟ صح. وبعدين يقولها بالبريفيوس اكسبيرينس اوف سنسيشن ويتذكرها. لو اتقطع بقى الكوربس كالوزم ده هيضيع، ولكن في كونجينيتال انوماليز ممكن يبقى فيه ال فورمد او ديفيشنسي في الفورميشن اوف ذا كوربس كالوزم،
but from the beginning of the life, من الأول خالص. هنا ال individual can live as he or she has two brains. وكل واحد شغال لحاله وكل واحد ياخد شغلانه. يعني عنده اتنين سيريبرال هيمسفير موجودين في سكال واحدة ولكن مالهمش دعوة ببعض، كأنهم اتنين برينز. نص ياخد شوية شغل والنص التاني ياخد شوية شغل التانيين. فاهمين؟ دي موضوع كومبليكيتد قوي، مش عايزين ندخل في التفاصيل بتاعته. لو واحد عنده سيجرز في فوكس هنا بيخليه يجيله السيجرز اللي هي الايه الانفولنتري موفمنت والكونتراكشنز اللي هي بيسموها التشنجات بقى والحاجات دي، ممكن لو ما فيش اي تريتمنت ميديكال تريتمنت ممكن يعملوا سيرجيكال تريتمنت ويقطعوا الكوربس كالوزم علشان يمنعوا السيجر ان هو يعدي من اللوب اليمين للوب الايه الشمال. ده بالنسبه للكوربس كالوزم. بعد كده تاني اكزامبل يا شباب، انتيرور كوميشر. على فكره السكشن ده علشان تفهم السكشن ده لازم تتذكر كان في عندك في البيز اوف ذا برين اوبتيك نيرف مع اوبتيك نيرف بيعملوا مين اوبتيك كيازما، والاوبتيك كيازما يطلع منها اوبتيك تراكت، وهنا كان في عندك كراس سيريبراي او سيريبرال بيدانكل وسيريبرال بيدانكل. كان في عندك هنا ماميلاري بودي وماميلاري بودي وهنا تيوبر سينيريوم وانفانديبولم اوف بتويتري جلاند، صح الكلام؟ هنا دي بوستير بورفوريتد سابستانس. المفروض بعد كده بيبقى في عندك دي البونز ودي المضله اوبلونجات، مش ده البيز اوف ذا برين؟ لو انا جيت قطعت السكشن ده كده باخد لونجيتودينال سكشن وافصل الاثنين سيريبرال هيمسفيرز من بعضهم. هنا بتلاقي في حته بندل صغيره بتنزل من تحت اللامينا تيرميناليس اسمها من تحت الانتير كوميشر اسمها لامينا تيرميناليس توصلك لغايه دي. قطعنا في مين؟ اوبتيك كيازم. بعد ما اقطع في الاوبتيك كيازم هيقابلني مين؟ انفانديبولم وتيوبر سينيريوم. بعد كده يقابلني مين؟ ماميلاري بودي وبوستيرو برفوريتد سابستانس. بعد كده هقوم داخل على مين؟ على المضله والبون، صح الكلام؟ يعني انا هنا دي لامينا، لو دي اللامينا تيرميناليس وامبيدد في اللامينا تيرميناليس انتيرور كوميشن، بعد كده هاجي على الاوبتيك كيازما، بعد الاوبتيك كيازما هلاقي في عندي التيوبر سينيريوم والانفانديبولم اوب بتويتري جلاند، بعد كده هدخل هلاقي في الماميلاري بودي، بعد الماميلاري بودي هيبقى في عندك البوستير بيرفوريتد سبستانس والتجمنتم، بعد كده هنزل على البونز والمضله اوبلونجات. هتفهم حاجه اللي احنا قايلينها دي؟ يبقى دي هتبقى عباره عن لامينا تيرمينالز امبيدد في اللامينا تيرمينالز انتير كوميشن، بعد كده دي هتبقى عباره عن الاوبتيك كيازما، دي هتبقى عباره عن التيوبر سينيريوم والانفانديبولم والبيتويتري جلاند، دي هتبقى عباره عن الماميلاري بودي، دي البوستير بيرفوريتد سبستانس، وده بقيه التجمنتم اوف ذا ميد برين، بعد كده دي البونز دي المدلة وبلونجاتا ودي السباينال ايه كوردز. لو ده الميد برين الانتير بارت اسمه تجمنتم، البوستير بارت اسمه ايه؟ هنا المفروض البوستيرو سيرفيس اوف ذا ميدلا وده البوستيرو سيرفيس اوف ذا بونز. بيهايند البوستيرو بارت اوف ذا ميدلا وبلونجاتا والبونز كان في كافيتي كده، الكافيتي ده اسمه ايه؟ فورس فنتركل راكب فيه عليه ورا مين؟ السيريبيلم. حلو الكلام؟ لو تطلع كده اهو هيبقى في عندك ده التجمنتم، ده هيبقى التكتم، التكتم فيه مين؟ الله ينور عليكم وعلى اللي حواليكم، يبقى في عندك انفير كوليكولوس وده سوبيرو كوليكولوس اللي هو التكتم، صح؟ فوق السوبيرو كوليكولوس في حته كوليكشن اوف نيرف فايبر كده، طالما في انتير كوميشر هنا يبقى في عندك بوستيرور ايه؟ كوميشر. ورا وفوق البوستيرور كوميشر في جلاند صغيره موجوده في البرين اسمها باينيال بودي، اسمها باينيال ايه؟ بودي، صح الكلام؟ يبقى انت هنا في عندك البوستيرور السوبير كوليكولاس الانفير كوليكولاس والسوبير كوليكولاس، فوقهم في حاجه اسمها البوستيرور ايه؟ كوميشر، وفوق البوستيرور كوميشر في الباينيال بودي، الباينيال بودي ده عباره عن تو ستوكس صغيرين كده
ده ستيم وبعد كده باند اليمين وباند باند السوبير وباند الانفيرور وبعد كده في حته كوميشر صغيره كده اهو اسمها الانفير الهابينولار كوميشر. مين هنا تحته هيبقى في مين؟ هايبوثالاموس وفي فيشر تحتهم كده او سالكس اسمه الهايبوثالاميك فيشر او الهايبوثالاميك سالكس. مين هنا الباند الحلوه دي؟ وكان فيه هنا هو حتة ممبرين البندل الحلوة دي الفورنكس ها؟ اسمها الايه؟ فورنكس. والممبرين دي اسمها سيبتم ليوسيدم. الممبرين دي اسمها سيبتم ايه؟ ليوسيدم. فاكرين السكشن ده؟ خلوا بالك السكشن ده حلو جدا ومش همسحه والحمد لله ان احنا خلصنا منه. يبقى اول اكزامبل يا رجالة كان في عندك في الكوميشال فايبر البندل الكبيرة دي اللي سميتها كوربس كالوزم. تاني اكزامبل عندك ده اسمه الانتيرو كوميشال. هذا الانتيرو كوميشر اتفقنا ان هو امبيدد في اللامينا تيرميناليس خلاص اللي هيبقى كونكتد مع الاوبتيك كازما من تحت. هذا الانتيرو كوميشر تعالى شوف هياخد ايه. انتيرو كوميشر احنا خدنا في الروسترام وجينو الفرونتال لوب. تحت الفرونتال لوب مش فاكرين كان في حاجه اسمها اولفاكتوري بالب، والاولفاكتوري بالب دي طالع منها اولفاكتوري تراكت واكيد رايحه الاولفاكتوري نيوكليس. ماشي الكلام؟ هنا هذا الانتيرور كوميشر هيكونكت الاولفاكتوري بالب والاولفاكتوري تراكس مع الناحيتين مع حاجه اسمها انتير بيرفوريتد سابستانس. اين تقع هذه يا دكتور؟ مش الحته دي كده اهو؟ مش احنا هنا انفيرور سيرفيس يا اولاد؟ مش هنا لو ده الاوربيتال سيرفيس وده التيمبورال سيرفيس خدنا هنا مين؟ اولفاكتوري بالب والاولفاكتوري تراكت. بعد كده تروح للاولفاكتوري نيوكليوس اللي موجوده في الانتير بيرفوريتد ناحيه الانكس كده، وهنا دي الانتير بيرفوريتد ايه سبستانس. وبعدين يقوم معدي كمان واخد لك الانفيرور والميدل تيمبورال لوب. احنا خدنا السوبير تيمبورال لوب مع البودي اوف ذا كوربس كالوزوم. حد فاهم حاجه تاني؟ هذا الانتير كوميشر هيكونيكيت اولفاكتوري بالب اولفاكتوري تراكت اولفاكتوري نيوكليوس انتير بيرفوريتد سبستانس ميدل اند انفيرور تيمبورال لوب مع بعض اهم ماشيين اهم. اولفاكتوري بالب تراكت نيوكليوس بعد كده انتير بيرفوريتد سابستانس بعد كده يطلع شويه على السيرفيس من بره ياخد الميدل والانفيرو تيمبورال. ده مين يا جماعه؟ انتيرو كوميشن. ننط على طول على اللافنجي اللي ورا ده اللي اسمه بوستيرو كوميشن. طالما في انتيرو زي ما اتفقنا هيبقى في بوستيرو كوميشن. البوستيرو كوميشن ده قريب من مين؟ من السوبير كوليكولا. والسوبير كوليكولاس ده بيبقى سنتر من الفيجوال باس واي، وفي حاجه اللي اسمها الكونسنشوال لايت ريفلكس مش كده اللي هو بتاعت الاوبوزيت اي. ده بيروح لحاجه نيوكليس صغيره اسمها كده البريتكتال نيوكليس. مش ده اسمه التكتم خلاص؟ في نيوكليس ثانيه اسمها بريتكتال نيوكليس. هنا بقى البوستيرو كوميشر بتاعك ده بيمسك ببساطه، مش عايزين نخش في تفاصيل كتيره، اهم حاجتين، مش هنقول حاجتين بس، هو في حاجات تانية كتيرة، اهم حاجتين بيتمسكوا بالسوبير بالبوستيرور كوميشر السوبيرور كوليكولاس والبريتكتال نيوكليس. في ناس تانية بقى تقعد تقول لك ميديا لونجيتودينال باندل وانترستيشال سيلز اوف كاجال، ماشي اوكي، ولكن كفاية علينا قوي لو عرفنا ان هو هذا البوستيرور كوميشر هيمسك السوبيرور كوليكولاس والبريتكتال نيوكليس مع بعضه. رقم ثلاثة بصيروا الرقم أربعة حاجة اسمها هابينيولار كوميشر. هابينيولار كوميشر ده موجود فوق الباينيال بودي في حاجة اسمها سوبيريور لوب البندل اوف ذا ستوك اوف ذا باينيال بودي. في هنا نيوكلياي اسمها هابينيولار نيوكلياي هابينيولار نيوكليوس. هذه الهابينيولار نيوكليوس الفانكشن بتاعتها في الهيومن مش معروفه، في الانيمالز معروفه في الماتنج وفي الحاجات دي، ولكن في الهيومن مش معروفه. ولقوا ان الهابينيولار كوميشر بيمسك ما بين الاثنين هابينيولار نيوكليوي. فاضل اخر واحده اللي هي اسمها الهيبوكامبال كوميشن. انت عندك هيبوكامبس شمال وهيبوكامبس يمين، بيطلع منه حاجه اسمها فورنكس. حاجه اسمها ايه؟ فورنكس. الفورنكس ده الفورميشن بتاعته كومبليكيتد شويه، حاجه كده فورنكس يمين وفورنكس شمال وبيروح للماميلاري بودي. الفورنكس ده بيبقى كوميونيكيت مع بعضهم
او الاثنين باندلز دول بيكومونيكيت مع بعض وبيعمل حاجه اسمها الفورنكس او الهيبوكامبال كوميشر. فورنكس او هيبوكامبال ايه كوميشر، بيمسك الهيبوكامبس اليمين مع الهيبوكامبس الايه الشمال، ده اسمه الفورنكس. ماشي الكلام يا رجاله؟ يبقى هنا لما اجي اقول لك جيفن اكاونت اون ذا كوميشرال فايبرز، سؤال نظري حلو، ات از ذا فايبر ويتش كونكت ا سيميلر اريا او بوث سيريبرال هيمسفيرز ويز ايتش اذر. اكزامبلز كوربس كالوزا مانشير كوميشر بوسير كوميشر هابينولار كوميشر اند هيبوكامبال كوميشر. كوربس كالوزم هتقول فورمد اوف كذا كذا كذا، وكل واحده منهم بتكونكت مين. انتير كوميشر بيكونكت ايه مع بعض، بوسير كوميشر بلاش اللبانه دي الله يكرمك يا مصور انت، ولا ده بتاع الفنانين دايما يندغوا البان يعني، بس بيربوا السكسوك كده بقى كمان وشعره. بعد كده بيبقى في عندك هابينولار كوميشر والبوسير كوميشر والايه والفورنس. الطيب الثاني من الفايبر اللي هو association fiber. الassociation fiber اتفقنا هيبقوا short ولونج. اوكي short ولونج. الشورت دي قلنا سب كورتيكال وانترا كورتيكال. في اسم تاني على فكره للاسوسيشن فايبر اسمها اركود فايبرز، اسمها الاركود ايه فايبرز. الاسوسيشن هي الاركود فايبرز. ففي انت عندك كده سلكاي وجيراي كتيره، في عندك حاجه اسمها سب كورتيكال، وفي فايبرز تانيه اسمها ايه انتر كورتيكال اللي بتكونكت الادجيسنت سيريبرال ادجيسنت جيراي مع بعضهم. اللونج اكزامبلز نمره واحد حاجه اسمها سوبيريور لونجيتودينال باندل. هذه السوبيريور لونجيتودينال باندل من اسمها من فوق ولونجيتودينال، هتمسك باندل كبيره قوي محترمه هتقوم ماسكه لك من الفرونتال للاوكسيبيتال للتيمبورال كده. اسمها سوبيريور لونجيتودينال باند. خلاص هتاخد من الفرونتال البرايتال اوكسيبيتال وتخلص في التمبر. طالما في انت سوبيريور يبقى في عندك انفيرور. الانفيرور دي هتاخد من التمبرال للاوكسيبيتال بس، دي اسمها انفيرور لونجيتودينال باند. بعد كده في باندل تانية اسمها فرونتو اوكسيبيتال. الفرونتو اوكسيبيتال هتبقى زي السوبير لونجيتودينال باندل بالظبط، هتيجي من الفرونتال لغايه الاوكسيبيتال وتخلص في التمبورال، ولكن هتبقى ماشيه ديب تو ذا كورونا رادياتا. ديب تو ذا كورونا ايه رادياتا، يعني انت لو عندك الكورونا رادياتا بتاعتك كده هيمشي سوبرفيشال تو ذا كورونا رادياتا السوبير لونجيتودينال باند، هيمشي ديب تو ذا كورونا رادياتا ها فرونتو اوكسيبيتال. اسمها ايه يا رجاله؟ فرونتو اوكسيبيتال. هتمشي من الفرونتال لغايه الاوكسيبيتال وتوصل للتيمبورال برضو، او ممكن ما توصلش يبقى اسمها فرونت اوكسيبيتال، مش هتوصل للتيمبورال هتوصل للاوكسيبيتال بس وخلاص. وهنا زي السوبيرو ولكن الكورونا رادياتا داخله ما بينهم. في باندل ثالثه بقى او رابعه اسمها سينجولاما، اسمها سينجولاما. السينجولام دي ماشيه امبيدد انسايد سينجوليت جايروس. فاكرين سينجوليت جايروس؟ على الميديا سيرفيس هنا كان الكوربس كالوزم فوقه سينجوليت
في كالوزال سالكس بعد كده سنجوليت سالكس بينهم في سنجوليت ايه جايروس. ده السنجوليت جايروس بتاعك كان هنا وينزل ويخلص في الهيبوكامبس صح الكلام. في باندل بقى كبيره كده على الميديال سيرفيس بتمشي في السنجوليت جايروس امبيدد انسايد ذا سنجوليت جايروس تمشي في السنجوليت وتخلص في الهيبوكامبس دي اسمها سنجولما. اخر باندل هتكونكت الموتور سبيتش اريا اللي هي البروكوس اريا مع التمبرال لوب اكروس الستيم اوف ذا لاترال سالكس. لو ده اللاترال سالكس بتاعك في باندل كده هتكونكت التمبرال مع البروكوس اريا دي اسمها انسينيت باندل. يبقى دول مين يا شباب؟ الاسوسيشن فايبرز. نيجي بقى لاخر واحده واهم واحده اللي هي البروجكشن فايبر والاكزامبل بتاعه البروجكشن فايبر الا وهي الانترنال كبسول صح الكلام. انترنال ايه كبسول احنا مسحنا الرسمه بتاعتها. طبعا الانترنال كبسول زمان كلكم حافظينها لان احنا يعني كانت في كل حته طالعه لنا زي الايه زي العفريت كده كل حته تمشي انتير ليمب اوف انترنال كبسول جينو اوف انترنال كبسول بستير ليمب اوف انترنال كبسول. ولكن دلوقتي عايزين نجمعها كلها مع بعضها. لو احنا خدنا افتكرنا مع بعض السكشن بتاعنا ده اكيد في الامتحان طبعا يعني ده يعني عيب قوي ان في اختبار ما يجيش فيه السكشن ده يعني ما ينفعش ما ينفعش ما يصير ما يصير ما يجوز ها ما بيصير خالص انك انت تجيب نيورو من غير هذا السكشن اللذيذ. واتفقنا مين اللي هيعرفك الانتير من البوستير؟ الحاجه دي ها الحاجه الايه اللي موجوده على الجنب الستاره المدفونه الحلوه دي اللي هي اسمها الايه الانس. يبقى الانترنال كبسول بتاعتك it is an area of white matter area of white matter containing fibers which connect cerebral cortex بتاعتنا مع الداينكيفالون برين ستيم اند سباينال كورد. It's formed of five parts. كلنا كنا بنقول عليها قبل كده ثلاثة ولا قلنا خمسة مش كده. هنا anterior limb جينو posterior limb بعد كده في واحدة تحت وواحدة ورا اللي انت فورم نيوكلير. في حاجة اسمها retro lenticular part ده retro وده sub lenticular part. نمرة أربعة retro lenticular ونمرة خمسة سابلنتيكولار. حلو الكلام. ايه الفايبرز اللي بتعدي في كل جزء؟ اناتومي بقى ممكن تقعد تشرح شويه. انتيرو ليم ما بين الكوديد والانتيفورم نيوكلاس جينو ما بين السلامس وما بين الكوديد والبوستيرو ليم ما بين مش عارف السلامس وما بين اشرح الخريطه دي ممكن تقول كلمتين يعني. ايه الفايبرز اللي بتعدي في كل حته؟ نمره واحد ايه اللي هيمشي في الانتيرور ليمب اوف ذا انترنال كبسول؟ نمره واحد اوعى تنسى كان في فايبر من الكورتيكو بونتو سيريبيلر دي واحده من بنت اولاد الناس العوالي اللي احنا قلنا كمان يعني ايه هتاخد انتيرور ليمب وبوستيرور ليمب اسمها فرانتو بونتاين. فرانتو
upon time. ماشي كلام؟ نمرة اثنين في حاجة اسمها anterior thalamic radiation. Anterior thalamic radiation. هذه anterior thalamic radiation من اسمها جاية من anterior nucleus of the thalamus للprefrontal area. Anterior nucleus of the thalamus للprefrontal area. اسمها anterior thalamic radiation. الجينو راجل مريح نفسه وبتعدي فيه مين؟ كورتيكو بلبا. كورتيكو ايه؟ بلبا او كورتيكو نيوكليو. صح الكلام؟ البوستيرو لمب. البوستيرو لمب بتاعك والله في سماء اللي ما هيذكر الكورتيكو سباينال ما هياخد درجة. ده دي اهم واحد. كورتيكو سباينال تراك ده الكورتيكو سباينال تراكت في البوستيرو لمب بتعمل ايه؟ ده بتاخد الحتة دي كلها. تاخد حتة كده. شايف رسم ثلاثة. دي كورتيكو سباينال تراكت. هنا فرانتو بونتاين تاني. وبعدين شايف هنا الكورتيكو سباينال تراكت الفايبرز بتاعتها بتبقى ارينجد في ثلاثة باندلز او ثلاثة بارتس. الابر لمب بياخد الانتيرور بارت، الترانك بياخد الميدل بارت، اللور لمب بياخد البوستيرور بارت. اكتر يعني هايلي سبيسيفيكيشنز او في اللوكاليزيشن ده هتبقى الابر لمب، دي هتبقى الترانك، دي هتبقى الايه؟ اللور لمب. يبقى الكورتيكو سباينال تراكت دي لو ما حدش قالها مش هياخد درجه او هيخس كتير، هيتقسم وسطه في الفايبر باسنج ثرو ذا سير لمب اوف انترنال كبسول. نمره اثنين بقى بقيه الفرونتو بونتاين. فرونتو بونتاين. نمره ثلاثه كورتيكو روبرال، حاجه كده سد خانه. كورتيكو ايه؟ روبرال. مين الكورتيكو روبرال دي؟ وفي بقى واحده ثانيه مهمه جدا اسمها سوبيريور ثلاميك راديشن. Superior thalamic radiation. هو ده بقى اللي بيروح للاريا 3 1 و 2 اللي هي السنسوري اريا. انما الانتيريور ثلاميك راديشن قلنا ده بيروح للبري فرونتال اريا، للبري فرونتال. انما هيروح بقى للبوس سنترال جايروس والسنسوري الذي يحمل البين والتمبريتشر والكروت تاتش والبريشر والتكتال، كل الكلام ده في حاجه اسمها السوبيريور ثلاميك راديشن. وهذا السوبيريور ثلاميك راديشن هيعدي فين؟ في البوستير لمبا وبنترنال كابسول. سوبيريور ثلاميك راديشن. تعالى يا عم الحاج، في ريترو لينتيكولار بارت. ريترو لينتيكولار بارت هيعدي فيها مين؟ برايتو بونتاين، اوكسيبيتو بونتاين. مش احنا قلنا في كورتيكو بونتو سيريبيلا. الفرونتو بونتاين هتعدي في الانتيرو لمب والبوستيرو لمب. بعد كده قلنا برايتو واوكسيبيتال هتبقى نير تو ذا ريترو، وبعد كده التيمبرو هتبقى في الصب، وبعدين قلنا الفيجن من ورا والاوديشن من تحت. الفيجن من ورا والاوديشن من تحت. الفيجن في الريترو والاوديشن في الصب. مش فاكرين الكلام ده؟ الا انت. يبقى هنا في عندك الريترو لنتيكولار بارت هيحتوي على ايه يا رجاله؟ الريترو لنتيكولار بارت ده تيم برايتو واوكسيبيتو بونتاين. ويبقى في حاجه تانية مهمه جدا اللي اسمها فيجوال راديشن. ده اسمه على فكره برضو بوستيرو سلاميك راديشن. البوستيرو سلاميك راديشن يحتوي على الفيجوال راديشن. يبقى هي فيجوال راديشن. تعالى يا حاج للسب لنتيكولار بارت، اخر حته فيها حاجتين انطقوا تيمبرو بونتاين و اوديتوري راديشن. حلوه وتستاهل. حلوه وتستاهل الانترنال كبسول. بلاد سبلاي اوف ذا انترنال كبسول لازم تقول البلاد سبلاي. لو جات لك سؤال في النظري في الانترنال كبسول لازم برضو منشن البلاد ايه؟ سبلاي. ايه البلاد سبلاي اوف ذا انترنال كبسول؟ اكتب كده بقى ايه؟ سي ذا بلاد سبلاي اوف ذا برين. مش كده؟
انتوا بتصدقوا العيال قاعدين كده مصدق. ايوه ما انا بقول لك خدتها بس يعني ايه تقولها دلوقتي. ها بلاد سبلاي خدنا هنا upper half of the anterior limb والبوستيرير limb الاثنين دولت حطناهم ميدل سيريبرال ارتري صح؟ وبعدين خدنا الجينو والانفيرور هاف اوف ذا انتيرور ليمب حطينا فيهم انتيرور سيريبرال ارتري صح؟ وبعد كده خدنا تلت هنا اهو وتلتين زائد الريترو لنتيكولار بارت. التلت اللي قدام اتفقنا قدام بوستيرور ورا انتيرور وكورويدال، يبقى الانتيرور هاف ده قلنا عليه البوستيرور كورويدال واللي ورا ده انتيرور كورويدال ارتري، ده البلاد سبلاي of the internal capsule مع الريترو لنتيكولار بارت. دي التايبس اوف فايبرز اللي هتباص في الانترنال كابسول، ودي التايب اوف فايبر اوف ذا سيريبرم. فاضل عندنا سي اس اف سيركيليشن فورميشن مع اللاترال فنتريكل والسيرد فنتريكل والفورس فنتريكل وبيسال جانجليا وثالاموس. ماذا سوف نفعل؟ بكره من 8 ل 9 بكره من 8 ل 9 اللي عايز يجي اهلا وسهلا، اللي مش عايز يجي اهلا وسهلا. بس هنا خليكم فاكرين الرسمه دي عشان هنا في ثالاموس خلاص، والثالاموس ده ما بين الثالاموس والثالاموس في عندك ثيرد فنتركل، الحته دي ثيرد فنتركل، الحته دي ايه ثيرد فنتركل، يعني ثالاموس يمين وثالاموس شمال بينهم ثيرد فنتركل. السيرد فنتركل بتاعك ده ليه انتيرور وول وليه فلور وليه بوستيرور وول وليه روف. ايه رايك لو احنا خدنا الباوندري دلوقتي وانتوا اللي هتقولوها؟ هنا ادي الثالاموس وادي الثالاموس، ادي الثيرد فنتريكل اهو ماشي، في كونكشن ما بين الاثنين ثالاماي، حاجه اسمها انتر ثالاميك كونكشن. ليه روف، الروف ده اتعمل بايه؟ شايفين عملت ايه؟ حاجه كده خفيفه جدا هبله وعبيطه اسمها ايبندايمال شيت او ايبندايمال سيلز، شيت اوف ايبندايمال سيلز كده كونكت الاثنين ثالاماي من فوق. الانتيرور وول بتاعه هنا مين ده؟ مين ده يا اولاد؟ فورنكس. بعد كده ده هيبقى مين؟ انتيرور كوميشن، دي مين؟ لامينا تيرمينالز، يبقى ادي الانتيرور وول بتاعه الثيرد فنتر. حلوه؟ ها؟ ادي الانتيرور وول اوف ذا ثيرد فنتر، ادي الفلور، ادي البوستيرور وول، وقلنا الروف هيبقى ستريتشت على الاثنين. حد فاهم حاجه؟ يبقى ادي الانتيرور وول اوف ذا ثيرد فنتركل هيتكون من مين يا جماعه؟ في الابر بارت فورنكس، بعد كده هيبقى في عندك انتيرور كوميشر، بعد كده هيبقى في عندك لامينا تيرمينالز. البوستيرور وول مين ده؟ ومين ده؟ يبقى هنا في عندك بوستير كوميشر والباينيال بودي في البوستير. خليك فاكر انتير في انتير كوميشر، بوستير في بوستير كوميشر، انتير انتير والبوستير ايه بوستير. اللاترال وول بتاعه فين؟ اللاترال وول بتاعت اللاترال السيرد فنتركل ثالاموس في الابر بارت صح؟ مش ده الثالاموس؟ ومين هنا؟ هايبوثالاموس، وتحت بينهم الهايبوثالاميك سالكس او هايبوثالاميك فيشر. يبقى هنا اللاترال وول بتاعه معمول بالثالاموس في الابر بارت والهايبوثالاموس في اللور بارت. مين الفلور بتاعه؟ زي الفل باين واضح عندك وتقراهم لو انت فهمت الرسم. نمره واحد مين دي؟ اوبتيك كيازم. نمره اتنين تيوبر سينيريا وانفانديبلا وبيتويتري.
نمرة ثلاثة بينيال بودي، نمرة أربعة بوستير برفوريتد سابستنس، نمرة خمسة تيجمنتم أوف ذا ميد برين. مش الحتة دي كلها هي الفلور يا أولاد؟ صح؟ كل ده الفلور. يبقى أنت عندك هنا الأوبتيك كيازما، تيوبر سينيريوم وإنفانديبلم، عندك ماميلاري بودي، عندك بوستير برفوريتد سابستنس، وعندك تيجمنتم أوف ذا ميد برين. هيكوميونيكيت ازاي هذا الثيرد فنتر؟ مين ده؟ ده مين؟ الميد برين بتاعك في داكت ماشيه فيه كده، في كانال ماشيه فيها اسمها الاكويدكت اوف سيلفيوس، اكويدكت اوف سيلفيوس او الاكويدكت اوف ذا ميد برين. هذه الاكويدكت اوف سيلفيوس او الاكويدكت اوف ذا ميد برين هتكوميونيكيت الثيرد فنتريكل بتاعك ده مع الفورس فنتر من تحت. طب من فوق في لاترال فنتريك اليمين ولاترال فنتريك الشمال بيكوميونيكيت مع ثيرد فنتريك عن طريق فورامين اسمه الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. اسمه ايه؟ انتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. هذا الانتر فنتريكولار فورامين مكانه هنا بالظبط. مين ده؟ فورنيكس. ودي السبتم ليوسيدم. تعرف ده الثالاموس. لو حطيت سلكه تحت الفورنيكس كده واختفت من تحت السبتم ليوسيدم ودخلت جوه اللاترال فنتريكل، هو ده الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. هنا مش احنا هنا قلنا في لاترال؟ لو شلت السبتم ليوسيدم دي يبقى في عندك لاترال، وهنا عندك مين؟ الثيرد. يبقى في كوميونيكيشن ما بين الاثنين عن طريق فورامين كده اسمه الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو، اللي انت ممكن تجيبه من تحت الفورنكس وتشيل السبتم ليوسيدم على ايدك كده اهو. لو انت ادي الثالاموس وادي الفورنكس، تحت الفورنكس كده اهو، تدخل تلاقي نفسك داخل جوه الايه؟ اللاترال فنتريكل. لان اللاترال فنتريكل بتاعك عامل كده، اخر حته معلش، لاترال فنتريكل كده ولاترال فنتريكل تاني كده، في انتر فنتريكولار فورامين يعدينا على الثيرد فنتريكل، والاكويدكت اوف سيلفياس تعدينا على الفورس ايه؟ فنتريكل. والفورس فنتريكل نازل على السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد، وبعدين في فورامين هنا اهو اسمه الفورامين اوف لوشكا والفورامين اوف ماجيندي، يروح لحاجه اسمها سب اراكنويد ايه سبيس. يبقى هنا الثيرد فنتريكل من الفنتريكلز. اللاترال فنتريكل ربنا كرمكم ومش هنقوله لكم لان هو شويه صعب والريليشن بتاعته صعبه جدا. انما الثيرد فنتريكل هنا الرسمه دي والتايبس اوف فايبرز دي بصراحه ساعدتنا جدا وحبيت استغلها. وممكن انت تطلع دلوقتي حافظ الثيرد فنتركل ومش عايز تذاكره تاني لو انت افتكرت الرسمه الجميله دي. يبقى هنا الثيرد فنتركل بتاعك هيبقى هتقول it is the cavity of the dying kefir. شكرا كتر خير. it is a slit like space between the two thalami. شكرا. it has roof, floor, lateral wall, anterior wall و posterior wall. هل لي medial wall؟ مالوش medial wall. خلاص ملوش ميديا الايه وول، لان هو ما بين الاثنين سلاماي، وكل ثالاموس مع هايبوثالاموس فورم ذا لاترال وول بتاعه. حلو الكلام يا رجاله. تعالى دلوقتي نراجع تاني عشان نحفظه ونطلع يمكن يجي في الامتحان، الله اعلم ايه المشكله. لو هو طلع سهل كده وثلاث ارباع الدفعه غايبه نقوم ما نديهمش المحاضره اللي مسجلينها ونقوم جايبينه في الامتحان. يبقى العيال الحلوه دي هي بس اللي ايه اللي تجاوبه، وانا كده بغششكم الامتحان. ها صح الكلام ده؟ انتوا بتحلموا. ها بتحلموا. عمرها ما حصلت، هتحصل بعد 11 سنه تدريب في الجامعه. انتيرور وول هيبقى عباره عن الفورنكس، انتير كوميشر، لامينا تيرمينيت. الله ينور عليك. الفلور اوبتيك كيازما، تيوبر سينيريوم وانفانديبولم، بعد كده ماميلاري بودي، بوستير برفوريتد سابستنس، والتجمنتم. البوستير وول، بوستير كوميشر، والباينيال بودي. الميد لاترال وول السالاموس والهايبو ايه؟ سالاموس. الروف بتاعه فيه ايه؟ ابندايما ستريتش جيبي. في حاجه اسمها الثيرويد بليكسس انسايد ذا لاترال فنتريكل، او كل فنتريكس فيه ثيرويد بليكسس. يعمل سي اس ام. الكروت بليكسس بتاعت الثيرد فنتريكل معموله في البوستير سريبرال ارتش. جاي برانشات من البوستيرور ايه؟ سريبرال ارتش. هنا اللاترال فنتركل بيبقى فيه السيرد فنتركل عفوا فيه اكستنشن شويه كده، مش ماشي يعني ايه؟ مش ماشي تموس قوي يعني. ها؟ فبيبقى فيه هنا حته ريسيس كده اسمها
في ريسيسس كده موجوده في اللاترال السيد فنتريك، ريسيسس صغيرين كده. انا عملت كم واحد؟ اربعه. يبقى في اربعه ريسيسس، ما تيجي نسميهم كده. ده موجود فين؟ عايز ايه؟ خلاص ولا اخر حاجه حاجه؟ انا عارف الكلام بيسحب نفسي والله العظيم. ده انا النهارده جاي لكم مستعد استعداد ان انا اشطب. يعني لو كان في اللي ورايا دوت ما يجيش لسه ما عرفتش والله كنت خلصت النهارده يعني. وعمال عايز حد يتصل بيا اقول له يدينا الساعه الثانيه دي وياخد 100 ريال حتى يعني. هي حتى لا فيها 100 ريال خد والله هنسى وما اصحاش بدري. والله هنام بدري ده علق يعني. لو بنام بدري كنت نام حاجه تقرف. عمري ما بنام قبل 2 3 واصحى 6 دي خلاص يعني. انا 1 2 3 4 ريسيسز اوف ذا لاترال فينتريكلز. ماشي الكلام؟ ايه الريسيسز دول؟ واحد فوق الاوبتيك يبقى اسمه ايه؟ اوبتيك ريسيسز. واحد فوق الانفانتيبولار وبتويتر يبقى اسمه انفانتيبولار ريسيسز. واحد عند الباينيال وواحد فوق الباينيال يبقى باينيال ريسيس وسوبرا باينيال ريسيس. ها؟ والله حلوين. وحياه ربنا انتوا شكلهم حلو كده وطعمين ولذيذين. اوبتيك ريسيس، فانديبولار ريسيس، باينيال اند سوبرا ايه؟ باينيال ريسيس. ده عباره عن الايه؟ في خطه تنجح؟ ده نعم. يعني بوكيت صغير بدل ما يبقى ماشي كده الموس، لا في حفر صغيره كده بوكيت صغيره. طيب سي اس اف سيركيليشن وفورميشن. السي اس اف اللي هو بيسموه سيريبرو سباينال فلويد. سيريبرو سباينال ايه؟ فلويد. هذا السيريبرو سباينال فلويد حوالي 130 ملي لتر بيبقوا موجودين حوالين السنترال نيرفوس سيستم عشان سبورت والبروتكشن، وبيشتغل ك لينفاتيك درينج للسنترال نيرفوس سيستم لان السنترال نيرفوس سيستم ما فيهوش ليمف، فهو بياخد الميتابولايتس بتاعت الايه السنترال نيرفوس سيستم ويوصلها للفينوس ديورال او ديورال فينوس ساينسز وتمشي في الفينوس بلاد وترجع كفينوس ريتين. السي اس اف بيتكون في حاجه اسمها فنتريكولار سيستم، والفنتريكولار سيستم بتاعنا ليه كوليكشن في شويه فايبرز كده او في شويه باندلز كابيلاريز بنسميها كورويد بليكس. الفنتريكلز بتاعتنا بتبقى عباره عن لاترال فنتريكل وثيرد فنتريكل وفورث فنتريكل. اللاترال فنتريكل بتاعنا اللي هو الكافيتي اوف السيريبرال هيمسفير، اتفقنا لو خدت السيريبرال هيمسفير بيبقى جواه كافيتي كده سميناه الايه اللاترال فنتريكل. اللاترال فنتريكل بتاعنا بيبقى له انتيرور هورن، بيبقى له بودي، بيبقى له بوستيرور هورن، وبيبقى له انفيرور هورن. اللاترال فنتريكل بتاعنا بيبقى منظره كده، ليه انتيرور هورن، ليه بودي، ليه بوستيرور هورن، وليه انفيرور هورن. مش هندخل في التفاصيل الكتيره والريليشنز بتاعته لان هي صعبه جدا. في هنا كورويد بليكسس، والكورويد بليكسس اوف ذا لاترال فنتريكل جايه من حاجه اسمها انتيرو وبوستيرو كورويدال ارتريز. انتيرو كورويدال من الانترنال كاروتيد وبوستيرو كورويدال من الايه بوستيرو سيريبرال ارتريز. ماشي الكلام؟ الله يكرمك شيل الموبايل بتاعك ده واقعد بقى كويس كده سيبتك بما فيه الكفايه. عملت تويتات زي ما انت عايز وخلصت الفيسبوك و في فورامين اسمه انترفنتريكولار فورامين اوف مونرو، وهذا الانترفنتريكولار فورامين اوف مونرو قلنا هيوصل اللاترال فنتريكل بتاعك كده مع الفنتريكل اللي هو سليت لايك اوبننج، ولسه مخلصينه دلوقتي بتوين التو ثالاماي او الكافيتي اوف ذا داينكيفالون سميناه ثيرد فنتريكل. وعن طريق الاكويدكت اوف سيلفياس السيرد فنتركل هيبقى كوميونيكيت مع الفورس فنتركل. ماشي الكلام؟ تعال هنا بقى
ناخد الأستاذ المحترم ده اللي هو الفورس فنتركل، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا. Anatomical position المفروض لو دي البونز دي المدلة أوبلونجاتا هنا. البوستيرور سيرفيس بتاعة المدلة هناخد الأبر بارت وناخد كل البوستيرور سيرفيس أوف ذا بونز، وهنا هيبقى في عندك السيريبيلم. قلنا إن الفورس فنتركل بتاعك ده عبارة عن حاجة كده عاملة زي الخيمة تنت شيب، لو البني آدم نايم على بطنه كده في برون بوزيشن هيبقى الفورس فنتركل بتاعك كده، هيبقى له فلور وهيبقى له روف. خلاص الروف بتاعة الفورس فنتركل بتاعنا بيبقى فيه عبارة عن حاجة، فاكر الميد برين كونكتد مع السيربيلم بسوبير سيربيلر بدانكل، ومن تحت بيبقى فيه عندك المظلة ماسكة مع السيربيلم بالإنفير سيربيلر بدانكل. يا جماعة ده فيه سوبير سيربيلر بدانكل نازل من ناحية دي وسوبير سيربيلر بدانكل نازل من ناحية دي، طب الحتة اللي في النص اللي ما بين الاتنين دي فاضية؟ ما ينفعش، يبقى فيها فيلم وطالع من تحت إنفير سيربيلر بدانكل وإنفير سيربيلر بدانكل، يبقى اللي بينهم فاضي؟ ما ينفعش، يبقى فيه بينهم حاجة اسمها إيه؟ فيلم. يعني انت حضرتك لو تخيلت كده وخدت المنظر من ورا، لو في عندك سوبير سيربيلر بدانكل نازل كده وسوبير سيربيلر بدانكل تاني نازل كده اهو، الحته اللي بينهم دي فاضيه؟ ما يصير، هيبقى فيها ايه؟ سوبير ميدلر فيلم اللي هي عباره عن ايبندايمال سيلز كده، شيت اوف ايبندايمال سيلز. ولو انت عندك طالع كده انفيرو سيربيلر بدانكل وانفيرو سيربيلر بدانكل، يبقى في بينهم هنا حاجه اسمها ايه؟ انفيرو ميدلري فيلم، مش كده؟ يبقى هنا لو انت عندك ده السوبير سيربيلر بدانكل وده هيبقى عندك الانفيرو سيربيلر بدانكل بتوع ناحيه، وفي ناحيه ثانيه، يبقى الروف بتاعك معمول من فوق بايه؟ سوبير سيربيلر بدانكل بينهم الفيلم، ومن تحت بانفيرو ميدلري فيلم، وفي حته من الانفيرو سيربيلر بدانكل. ده هيبقى عبارة عن مين يا رجالة؟ الروف. الروف of the fourth ventricle بتاعك هنا هيبقى عبارة عن سوبير سيربيلر بدانكل مع الفيلم وانفير سيربيلر بدانكل مع الايه؟ والفيلم، وفي الميدل بارت هيبقى في عندك سيربيلم. طب الفلور of the fourth ventricle معمول بايه؟ من البوستيرور سيرفيس of the بونز مع البوستيرور سيرفيس of the ميدالا وبلونجات، حتة سميناها رومبويد فوصة. مش هنضيع وقت في الرسم كتير. هنا لو تخيلت ده هيبقى عبارة عن الفلور اوف ذا فورس فنتريكل، وهنا اتفقنا ان هو هيتكون من ميدلري بارت وبونتاين بارت. انا قلت العكس، ها اتكلمت وشاورت العكس، يبقى ده البونتاين بارت وده الميدلري ايه بارت. لو فاكرين يا رجاله كان في حاجة كده اسمها ميدلري استراير او استراير ميدلاريس، اللي هتقسم السيرفيس الى ميدال بونتاين بارت وميدلاري بارت. في عندك هنا في الميدلاري بارت في بوستير ميديان سالكس، وفي حاجه كان اسمها انفيرور فوفيا، والانفيرور فوفيا هنا هتقسم الى ثلاثه ترايجون، هايبوجلوسال ترايجون، فيجال ترايجون، وفيستيبولار ترايجون. بعد كده في البونتاين بارت كان في عندك برضه بوستير ميديان سالكس، كان في ميديال ايمننس، وفي شالكوليكولاس، وسوبيريور فوفيا. كل الكلام ده كان في مين؟ في الفلور اوف ذا فورس فنتر. يبقى الفلور اوف ذا فورس فنتر كان الله يكرمك لما تيجي تتكلم عليه هتقول انك انت هتقسمه لبونتاين بارت وميدلر بارت سيبريتد بالميدلر استرايا، وفي الميدلر بارت هتلاقي فيه انفير فوفيا، هايبوجلوسال، بيجال، فيستيبولار ترايجون، وفي البونتاين بارت هتلاقي الميديال ايمننس والفيشال كوليكولاس والفيستيبولار السوبيرير فوفيا ولاترال ليها فيستيبولار ايه اريا. حلو الكلام. هنا بقى الفورس فنتركل بتاعك ده هيكوميونيكيت ازاي؟ انا عندي سي اس اف هنا في اللاترال فنتركل كرويد بوليكسس، 90% من السي اس اف هيطلع لك من اللاترال فنتركل. بعد كده هيعدي السي اس اف بتاعك هنا اهو في الانتر فنتريكولر، هيروح لك على الثيرد فنتركل، هيضيف لك سي اس اف. اتفقنا. عندك اكويدكت اوف سيلفياس هتنزل كده، خلاص. الفورس فنتركل بتاعك بقى هياخد السي اس اف اللي نازل من اللاترال ومن الثيرد ويضيف عليه شويه.
هو انا السي اس اف بتاعي ده عايزه يروح فين؟ عايزه يروح في السب اراكنويد سبيس. خلاص؟ عايزه يروح فين؟ في السب اراكنويد سبيس. هيروح السب اراكنويد سبيس ازاي؟ شويه سي اس اف صغيرين ينزلوا من الفورس فينتريكل ويعدوا على السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. والسباينال كورد ده حواليه سب اراكنويد سبيس، وهنا هيبقى في عندك السب اراكنويد سبيس بتاعي. ده كده السب اراكنويد سبيس. عايز السي اس اف يطلع هنا من الفورس فينتريكل للسب اراكنويد سبيس. في فتحه في النص في الروف بتاعت هذا الفورس فينتريكل، وفي فتحتين على الجناب. فتحتين على الجناب. الانفير ميدلر فيلم بتاعك لو احنا الرسمه بتاعتنا رجعنا لها تاني، هنا في انفير ميدلر فيلم، في فتحه في النص كده في الانفير ميدلر فيلم اسمها الميديان فورامين اوف ماجيندي. فورامين اوف ماجيندي. وعلى اللاترال سايد هنا اهو عند الميتنج اوف ذا روف اند فلور في فتحتين تانيين لاترال فورامينا اوف لوشكا. اللاترال لوشكا لاترال وماجيندي ميديان، ام ميديان ولاترال ايه؟ لوشكا. في فورامين كده اسمه الفورامين اوف لوشكا. ال يو سي اتش كي. يبقى هنا في عندك الفورس فينتريكل هيبقى في فتحه في النص اسمها الماجيندي، وفي فتحتين على الجناب اسمهم الفورامينا اوف لوشكا، ميديان فورامين اوف ماجيندي، والاثنين فورامينا لاترال اوف ايه؟ لوشكا. السي اس اف هيطلع من الفورامين اوف ماجيندي والاثنين فورامينا اوف لوشكا، هيمشوا في مين؟ في السب اراكنويد سبيس. شويه هينزلوا في السب اراكنويد سبيس بتاعت السباينال كورد اللي هيخلص عند اس 2، والميجور بارت هيروح هنا في السب اراكنويد سبيس بتاعت البرين. طب بعد ما يروح في السب اراكنويد سبيس ايه اللي هيحصل؟ بيبقى في عندي، لو انتوا فاكرين يا رجاله، في عندي حاجه اسمها الديوره، صح؟ والديوره بتاعتك بيبقى في اوتر لير وانر لير، وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها ديورال فينس ساينسز، في سوبير ساجيتال ساينس كده. ها الاراكنويد بتاعتك بتيجي وتقوم عامله نتوق كده وزقه الديورال ساينس، اسمها اراكنود فيلاي واراكنود جرانيوليشن. اسمها اراكنود فيلاي واراكنود جرانيوليشن. صوابع صغيره كده من الاراكنود، من الاراكنود تقوم داخله في الديورا ماتر، ولما تدخل في الديورا ماتر تقوم داخله في الديورال فينس ساينس. هنا مش هتفتح فيها، ولكن هيبقى في كونتاكت بينها وبين بعض. السي اس اف بتاعك لما يمشي في السب اراكنود سبيس هيخش في الاراكنود فيلاي والاراكنود جرانيوليشن، وبالسمبل ابزوربشن او امبيبيشن هيقوم دريند جوه السي السوبيرو ساجيتال ساينس. ومش السوبيرو ساجيتال ساينس بقى هيعدي الكورس بتاعه لغايه ما يوصل الانترنال جاجولار فين، والانترنال جاجولار فين هيروح بقى ياخد السب كليبيان ويعمل لك سوبيرو فينا كافا ويخش في الرايت اتريوم. يبقى منه واليه. مين هو منه وما إليها يا دكتور جمال؟ أنت بتخرف من البلد إلى البلد، صح؟ هو معمول من الكرويد بليكسس اللي هي عبارة عن أرتريز كابيلرز وبرانشات، من البوستير كرويدر والأنتير كرويدر والإنترنال كرويدر والبوستير سيريبرال أرتري، وتعود إلى الديورال ساينسز اللي هتوصل تاني للرايت أتريوم. هنا الكمية بتاعتي ثابتة 130 مللي، بس ممكن تزيد وممكن تنقص according to intracranial pressure. لو كمية الارتيري الانتراكرينال بريشر عالي، الانتراكرينال بريشر عالي والبلاد كتير على البرين، كمية سي اس اف تقل. لو كمية البلاد قليلة بس سي اس اف يزيد عشان يحافظ على الانتراكرينال ايه؟ تنشن. وفي عندكم في الفسيولوجي بيبقى في معادلات والحاجات دي، ماشي؟ الضغط بتاعنا بيبقى حوالي 100 مللي ووتر. لو حصل في اوبستراكشن بقى في الباسج اوف ذا سي اس اف، يحصل حاجه اسمها هيدرو كيفولس. حاجه اسمها ايه؟ هيدرو كيفولس. في الاطفال حاجه اسمها هيدرو كيفولس اللي بيقول لك جاله استسقاء في المخ. هيدرو كيفولس او الاستسقاء في المخ، ماشي؟ دي due to excessive formation of the CSF او decreased absorption او obstruction او blockage للباسج بتاعت CSF.
في اي حته من الحتت اللي احنا قلنا عليها. انترفنتريكولار فورامين اتقفل، اللوشكه اتقفلت، السنترال كانال اتقفلت، الماجيندي اتقفل، اي حاجه من دي، فالسي اس اف عمال يتجمع وما بيتصرفش، فبيوسع الفنتريكل، الفنتريكلز بتميل، بيحصل فيه دايليتيشن في الفنتريكل، ويحصل حاجه اسمها الهيدرو كيفلس. ماشي الكلام يا جماعه؟ ده سي اس اف سيركيليشن وفورميشن. يبقى هنا اهو الفورس فنتريكل اللي احنا كنا شغالين فيه هيكوميونيكيت ازاي؟ من فوق مع الاكويدكت اوف سيلفياس، من تحت مع السنترال كانال اوف سباينال كورد، مع السب اراكنود سبيس عن طريق الفورامين اوف لوشكا والفورامين اوف ماجينت. هل فاهم حاجه؟ نيجي بقى للموضوع الثاني اللي هو كان المفروض ناخده من زمان قوي، كان هينفعكم، البيزال جانجليا. والله هيفيد. البيزال جانجليا دي اسم على الفاضي، مش عارف مالكوا يعني ايش فيها البيزال جانجليا. كده بقى في عقد في سن، والله ولا عقد في سن، مش بيعكوها وما برضه ما بيفهموش فيها. صح؟ يعني هي من كتر العك بقى وانهيبيشن وستيميوليشن وجابه وسبستانس بي وسيروتونين ومش عارف دوبامين، وده يطلع يخبط في ده ودي تنزل تخبط في دي. بيزال جانجليا البيزال جانجليا كولكشن اوف نيوكلياي او نيرف سيلز، قالوا عليها بيزال جانجليا عشان موجوده في البيز اوف ذا برين. خلاص زمان لما عملوا الاناتومي البرين كده في كولكشن اوف نيرف سيلز سموها ايه؟ بيزال جانجليا. والبيزال جانجليا بتتكون من الممبرز اوف ذا بيزال جانجليا، بتتكون من حاجه اسمها كوديت نيوكليس ولينتي فورم نيوكليس، وحاجه اسمها كلوسكروم، وحاجه اسمها سب ثلاميك نيوكليس. كان زمان بيقولوا ان في الاميجدالويد نيوكليس دي تبع البيزال جانجليا، ولكن دي بقت في الليمبيك سيستم. وفي ستراكشرز ريليتد فانكشنالي تو ذا بيزال جانجليا اسمها سبستانشيا نيجرا والريت نيوكليس موجودين في البرين ستيم، ولكن نوت انكلودد في كاناتوميكالي تبع البيزال جانجليا. يبقى البيزال جانجليا بتاعتك دي عباره عن كوديت لينتي فور كلوستروم اند سب ثلاميك نيوكليس. الفانكشن بتاعت البيزال جانجليا دي بتكنترول البولانتري موفمنت وبتكنترول البوستشر which is essential for the production of this movement. خلاص زي الاريا 6، فاكرين برضو الاريا 6 كده؟ دي بتريسيف انفورميشن من different parts في CNS، ولكن ليس لها direct contact مع ال anterior horn cells ولا motor nuclei of the cranial nerve. ما بتنزلش عليهم مباشرة، ولكن بتأثر عليهم indirectly عن طريق cerebral cortex. يعني البيزل كانت يجي لها الانفورميشن من الموتور والبري موتور اريا، وحاجه اسمها الثالاموس، وحاجه اسمها النيوكليس، وحاجه اسمها سبستانشيا نيجرا، تقوم بعتهم للثالاموس، والثالاموس يقوم بعتهم للسريبرال هيمسفير، والسريبرال هيمسفير هو اللي يقوم بعت لمين؟ للانتير هورن سيلز والنيوكليس اوف ذا كرينيال نيرف. هفهمها لكم ببساطه شديده دلوقتي ونشوف، بس مش هيبقى فيه دايركت كونكشن بين البيزال جانجليا اند الانتير هورن سيلز. ايه الممبرز بتاعت البيزال جانجليا؟ لو انتوا فاكرين في السكشن بتاعي كان في عندي هنا حته اسمها الهيد اوف ذا كوديت، اتفقنا هنا كان في عندي الثالاموس، بعد كده بيبقى في عندي هنا اهو اللينجي فور نيوكليوس، وهنا كان في عندي ايه؟ كلوست. الكوديت نيوكليوس بتاعتك دي بتبقى شكلها كوما شيب، كوما شيب بتاعتي دي بتتكون من حاجه اسمها الهيد بودي اند تيل. خلاص الهيد بتاعتي بتبقى قدام في نيوكليس كبيره كده اهو،
اسمها لينتي فورمي نيوكلياس. اللينتي فورم اللي انا رسمتها هنا اللي هي في فايبر بتقسم اللينتي فورم لحتتين، حته لاترال وحته جوه ميديا. اللي بره اسمها بيوتامين واللي جوه اسمها جلوبس باليوس. اسمها جلوبس باليوس. الهيد اوف ذا كوديت هتكوميونيكيت مع البيوتامين، والكوديت والبيوتامين بيريبريزنت حاجه اسمها الانفلوينج بارت اوف ذا بيزال جانجليا. دي الناس اللي بتستقبل خلاص بتاعت الانبوت اوف ذا بيزال جانجليا، عباره عن الكوديت نيوكلياس مع البيوتامين اوف ذا لينتي فورم. وهنا الكوديت زائد البيوتامين بيسموهم النيو استرياتم. خلاص زي الكوربس استرياتم. البيزل جانجلي يطلق عليها الكوربس استرياتم، ولكن يطلق على مين؟ بيطلق على الاثنين دول، الكوديت واللينتي فورم نيوكلياس. يعني كوديت زائد لينتي فورم يسموه كوربس استرياتم. النيو استرياتم بتاعتك عباره عن الكوديت والبيوتامين، وده بيريبريزنت حاجه اسمها الانبوت بارت اوف ذا بيزال جانجليا. الاوتبوت بارت اوف ذا بيزال جانجليا بتبقى عباره عن بتبص على ايه بره؟ ها؟ خواجه. في ايه؟ في ايه؟ بص على ده. الجلوبس بالانس. الجلوبس بالانس ده الاوت فلوينج بارت او الاوت بوت. يعني البيزل جانجليا دي ناس 100 شغاله محترمين ومنظمين شغلهم. هيجي لهم طلبات، هيجتمعوا مع بعض يقول لك هنعمل ايه؟ هنعمل كذا. خد يا فلان وزع الامر بتاعنا. جمال وعبد المحسن هيرسيف، هيقعدوا يظبطوها ويطبقوها مع بعض. خد يا احمد طلع الكلام ده. جمال وعبد المحسن الكوديت واللينتي فورم نيوز. ماشي؟ احمد الجلوبس بالانس. فهمتوا؟ يبقى هنا الكوديت والبيوتامين دولت اللي هيرسيف الانبوت، واللي هيطلع لك هتبقى عباره عن مين؟ الجلوبس بالانس. طبعا اناتومي بقى هنا سيبك من الاناتومي الجديد ده. الهيد هتعدي هتبقى قلنا مع البيوتامين، بعد كده البودي هيركب على الثالاموس. هنا ده الثالاموس، وفاكرين هنا هتبقى جوه اللاترال فنتركل، ها في الفلور اوف ذا لاترال فنتركل، لان انا عندي هنا ده اللاترال فنتركل. بعد كده هيبقى التيل، والتيل هينزل ويعدي يوصل لغايه حاجه اسمها اميجدالويد نيوكليوس. اميجدالويد نيوكليوس، ودي بتبقى موجوده في التمبرال لوب. التمبرال لوب فيها اميجدالويد نيوكليوس، كانت زمان تعتبر من البيزل جانجليا، ولكن حاليا قلنا هتبقى عباره عن جزء من الليمبيك سيستم. الليتش فورم نيوكليوس، اقعد اشرح بقى الاناتومي بتاعها. مش عارف ما بين كوديت وما بين صلاوس وانترنال كبسول، هتوصلها من هنا من هنا، حته خريطه كده اهو. خلاص وقلنا ايه هتتقسم نصين، البيوتامين بره والجلوبس بالانس ايه جوه. اتفقنا البيزل جانجليا الكونكشن بتاعتها في منتهى البساطه ممكن تفهمها حضرتك. لو انت رسمت كده ده سيريبرال هيمسفير، كورتيكال اريا، سنترال سنترال الكلام ده. النيو استرياتم او الكوربس كوربس استرياتم هتتكون من ثلاث حاجتين اللي هي الكوديت واللينتي فورم. بص حضرتك الرسمه الجميله دي، دي كوديت نيوكليوس.
لينتي فور. ماشي الكلام؟ هنا عم ثلاثس. هنا عم برين ستيم. برين ستيم بتاعتك دي اللي فيها الشورت اللي احنا قلنا عليه ده، فاكرين؟ هنا سبستانشيا نيجرا. هنا سبستانشيا نيجرا. هنا عندك سباينال كورد. ودي الأنتيريور هورنز. عندك افرنت وافرنت. عندنا ايه؟ افرنت وافرنت. اول افرنت ده انت ممكن تقعد تعملها براحتك والله وهتلاقيها سهله قوي. اول افرنت حاجه اسمها ايه؟ كورتيكو سترياشن. جاي من ايه؟ لمين؟ مين الاسترياتا؟ كوديت ومين؟ وبيوتامين. كوديت ومين؟ بيوتامين. خلي بالك ان دي البيوتامين ودي الجلوباس بالبس. اسمها ايه يا رجاله؟ كورتيكو سترياتا. صح الكلام؟ بعد كده في عندك حاجه اسمها سلامو سترياتا. اسمها سلامو ايه؟ سترياتا. هتيجي من مين؟ الثلاوس. تروح لمين؟ ها؟ هتروح للبيوتامين. ومن الثلاوس تروح لمين؟ للكوديت. خلي بالك ان دي كوديت ودي لينتي فور. واللينتي فور هتبقى الكوديت، يعني الاسترياتا يبقى لازم تروح للكوديت وتروح لمين؟ للينتي فور، للكوديت بتاعك. ماشي الكلام؟ بعد كده في عندك نيجرو استرياتا. نيجرو يبقى هتطلع من السابستانشيا نيجرا من هنا تروح لك على دي، وتطلع من السابستانشيا نيجرا تروح لك على دي. وفي من البرين ستيم للاسترياتا من اللي هي ريد نيوكليس. خلاص؟ مش عايزين بقى نلخبط الدنيا. خلاص؟ من البرين ستيم اللي هي بتطلع سيروتونين والدوبامين بيطلع لك من النيجرو استرياتا، وبعد كده الجلوتامين اللي هو من الايه؟ من الثالاموس وكده ومن الكورتكس. يبقى هنا في كام افرنت؟ أربعة. حلوة. كورتيكو استرياتا لهي، سلامو استرياتا لهي، نيجرو استرياتا لهي. الإفرنت بتاعتك بقى أول حاجة لازم تطلع، يبقى دي لازم تروح استرياتو باليدال. استرياتو إيه؟ ليه استرياتو باليدال؟ ما إحنا ريسيف يا جماعة، يعني أنا قلت أنا وعبد المحسن ريسيفت، ادي احنا ريسيفت من الاربعه. هنطلع لمين؟ هنطلع لاحمد، واحمد بقى اللي هنبهدله. بس احنا الاول، اول دفعه هتطلع مننا هنا. اول دفعه هتطلع من هنا، يبقى دي هنسميها ايه؟ دفعه بايظه اهي. اول دفعه هنسميها ايه؟ استرياتو باليدا. ما تنساش ان الاسترياتا بتاعتك حتتين، يبقى انت لازم تجيب من هنا لهنا. صح؟ استرياتو ايه؟ باليدا. يعني الكوديت تدي الجلوباس باليدس، والبيوتامين تدي الجلوباس باليدس. بعد كده الباليدا اللي هو اللي هينفجر. صح الكلام؟ الباليدا اللي هو اللي ايه؟ هينفجر. اول فايبر هتطلع منه وهيطلع اللي جواه باليدو نيجرا. ايه بتبص على ايه؟ باليدو نيجرا. من هنا كده هتروح لي. صح؟ وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها باليدو
فيوجل بليته فيوجل. ايه البليت فيوجل دي؟ هتروح للسالاموس وهتروح للثاب سالاموس. السالاموس والمين والثاب سالاموس هيجي هنا اهو. ادي البليدو فيوجل فيها انسا لنتيكولاريس وفاسيكلاس لنتيكولاريس وانسا ساب سالاميكاس. خدت الكلام ده مش كده؟ ها؟ انسا لنتيكولاريس ولا انسا؟ انسا. طيب هنا حلوه قوي دي. تروح هنا بليدو سلام عن طريق حاجه اسمها انسا لنتيكولاريس وفاسيكلاس لنتيكولاريس. ادي الافرنت بتاعتي. الحاج ده بقى هيقوم مطلع لك الفايبرز بتاعته الجميله دي هنا كده. خلاص هنا كده لكده للموتور والبري موتور اريا. وبعد كده حضرتك دي بقى هي بتقوم منزله هنا المين الانتيرور بونس. وبيحصل فيه كونكشن طبعا ما بين الاثنين. صعبه؟ وصلت؟ انت بس لو حطيت في دماغك ان هي ليها انبوت بارت وليها اوت بوت، وحطيت ان الانبوت بتاعتك هتبقى الكوديت والبيوتامين والاوت بوت بتاعك هيبقى جلوبس بالانس، وهتريسيف من السريبرال كورتكس وهتريسيف من السام وهتريسيف من السام اسنشال. بص بقى وصل لهم ها كورتيكو سترياتال سلامو سترياتال نيجرو سترياتال اند برين ستيم. اول ما تيجي تطلع افرين تطلع لي البليده سترياتو بليده. خلاص بعد كده البليده بقى هيقوم يطلع للسلاموس وهيطلع للساب سلاموس. والسلاموس بعد كده هو اللي هيبعت لي السريبرال كورتكس، والسريبرال كورتكس بعد كده هو اللي هيوديك لمين الانتيرور اورجانس.